لا سمح، اي انواع البناطيل الجينز بتاعتنا؟ بس باش انا عندي كل خامات يعني، انا عندي جبردين وعندي فيجن وعندي هاي ويست وعندي كل حاجه. اكتر اقبالا في البنات، اكتر حاجه البنات بتشتريها ايه؟ بوي فريند والهاي ويست. البوي فريند والهاي ويست دول اعلى حاجات خامتهم برضو، بتساعدني ان هو يطلع منه كميات في اليوم. الاسعار بتتراوح من كام لكام؟ قول لنا كل الاسعار. طب قول لنا كده بالاسعار، عرض لنا الاسعار بتاعتك. 95 ده ليه؟ اقل حاجه في اقل برضه يعني. كل نوع بنطلون ليه سعر معين ولا كل نوع بنطلون ليه سعر؟ طب قول لنا كل بنطلون وسعر. مثلا هاي ويست 95، عادي 95، فاهمني؟ في ليجن اوت 135، في هاي ويست، في بوي فريند، يعني كل الموديلات موجوده مش موديل واحد. اجمل الميزه في محلاتنا الحمد لله احنا كل حاجه بنجيبها، كخامه كمديل يعني كاي حاجه كده. ايه اللي بيخلي شارع ديان ناس تجي له تشتري منه؟ الاسعار فيه بتبقى مميزه عن بره بشكل عام ولا ايه اللي بيخلي الناس تقبل؟ بيخلي الناس تيجي شارع ديان تاتو والله. يعني احنا واحنا في الشارع ما كانش في حد بينزل فيه والله. طيب قول لنا البنات اللي بتحتاج تقطيع بناطيل او كلام من ده بتقطع ازاي او بتعمل ازاي؟ بص احنا معانا 2 أو 3 معانا في المحلات تعلمينا الحاجه دي كويس، انه له مرتب برضه. البنطلون بيتقطع بطريقه معينه؟ حسب ما في تليفون وفي حسب الزبونه جايه، انا عايز اقطعه بطريقه اقطعه لها وكده. بتقطعه لها بنفس الشكل اللي هي نفس اللي هي عايزاه ولا في عيب ولا في اي حاجه؟ يعني هي بتشتري البنطلون عادي جاهز، هو في مقطع عنده وفي عادي، ففي ناس بتفضل ان هم يقطعوه. بص قبل اي حاجه انا خريج فنون جميله، حلو. لما بتيجي زبونه مثلا عايزه بنطلون ساده باي شكل بيبقى محتاجه في البنطلون، لو البنطلون مثلا مش موجود فانا بعمله لها اي شكل بقى، اذا كان شراشيب من تحت من هنا او اي خرابيش او اي اشكال هي عايزاها في البنطلون، تمام. فالزبونه في الاول بتبقى متردده ان هو ازاي انا اعمل حاجه زي كده قدام عيني، بيبقى في الاول كان بينزل ليزر وكمبيوتر وبتاع، بس مع تشغيل الدماغ وقعدت افكر وبتاع، فقعدت ايه احاول ان انا اعملها بدل ما هو كمبيوتر، لا اعمله انا يدوي، والعميل ايه بياخد البنطلون بتاعه بيبقى بالمشرط دي صفحه المنشار، هي بتبقى اطول من كده بتبقى كامله. بس لازم يكون حد محترف في اللي هو لازم يكون التعود بس على المجال ده، ان انت تقدر تتعود بس، فدي بتبقى كامله. حلو، انا بقسمها بحجم معين عشان اعرف امسك الصفيحه، يبقى لها اتجاه معين كده اللي هو السنون دي. لو انا عملتها كده مستقيمه دي تقطع البنطلون، انما لازم بتبقى ماسكه كده وبتبقى بايه بميل. لو انا فضلت بنفس المكان كده على البنطلون دي بتبقى رقيقه جدا، الخطوط البيضاء اللي تحت دي بتتقطع. يعني مثلا بفضل ماشي كده، الطبقه الزرقاء اللي فوق دي بتروح، بيبقى الخطوط البيضاء اللي تحت دي لو طولت عليها اكتر من كده بتتقطع. فلما تيجي مثلا الزبونه تقول لي انا عايز اوصل لحد هنا بس، بعملها لها. تيجي ازيد من كده بيبقى قطع كامل بقى. طبعا الحاجات دي ما تنفعش في كذا بنطلون، يعني في بنطلون اسود زي ده ما ينفعش ان انا اعمل فيه حاجه زي كده. يعني البنطلون، الفرق بين البنطلون ده والبنطلون ده، الماتيريال بتاع البنطلون ده بيبقى طبقه واحده. اسعار التقطيع بتقطع بكام؟ اسعار التقطيع بتروح. بص هو كان في الاول كنت بعملها مثلا من 5 لحد وانت طالع فوق، بس لما لقيت ان المجال بدا يتسمع وان الزبون بدا يجي مثلا عليا بالاسم عشان خاطر شكل معين تقطيع معينه، لقيت ان الفكره مثلا ممكن تستاهل ازيد.